طبعا احنا الآن في منطقة بيسموها زينيتسا العليا. بسم الله نبدأ أولا. بسم الله نبدأ. طبعا ما زلنا في سلسلة في تغطية سلسلة حقارات مدينة زينيتسا. مدينة زينيتسا هي المدينة رقم 2 على مستوى البوسنة في الوسع، زي ما انتم شايفين ما شاء الله وسع قد ايه. اللوكيشن بتاع زينيتسا يتواصل معايا على الواتساب موجود في الوصف. عندنا الآن أرض زراعية مزروعة الآن، تقريبا 6 دونم، سمعتهم بيقولوا 6 دونم، 6000 متر. المدخل بتاعها من هنا ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، إذا دخلت الجنة فقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كم دونم يا دكتور؟ 6 دونم ونص. 6.5 دونم. نعم ممتاز. مزروعة هذه أشجار تفاح وأشجار الخوخ. توجد الكهرباء وخط مياه. ما شاء الله أرض زراعية ووصل لها كهرباء ومية. نعم. دي عقارية دكتور مش زراعية. والله الحمد لله، يعني إحنا اليوم دي نعمة وفضل من الله. نعم. هذه منطقة كورنيا زينيتسا مشهورة جدا بالزراعة، يعني أهلها يحبون الزراعة ويهتمون بها. هم الجهة المغذية مدينة زينيتسا ببعض الخضار والفاكهة. طب وأعمار التفاح هنا قد إيه؟ شايف صغير مش كبير. صغير بس هو الآن عامل 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 زهرة، يعني منتج، يعني نعم رفع كده بين سنتين أو ثلاثة. هو عبارة عن نوعية معينة من الفواكه تنتج في زمن سريع، يعني كل الآن اللي فيها زهرة معناتها هي حتنتج، سواء كانت تفاحة أو خوخ أو خربوق، هي أشجار مشكلة يعني. ما شاء الله. وأرض مصورة بالكامل. دي على السور بالكامل. نعم، سور بالكامل وفيها أيضا خوخ. أهو السور باين أهو، شايفينه؟ نعم. السور. انا بصور بالأزمة وبعدين اصور تصوير تاني بالكاميرا العاديه برضو. باينه زينيتسا باينه من هناك، شايفين؟ هحط لكم صور كذلك في اخر الفيديو، وفي على الانستغرام صور على الانستغرام ايضا. فيها كوخ صغير. طبعا دي صراحه جميله صراحه، يعني ممكن حتى اللي يشتريها ما دام موصل عندك كهرباء تكبر الكوخ بتاعك واسكن، هتشغلك حاجة موجودة الكوخ، موصل كهرباء، موصل كل حاجة. ممكن يا دكتور نكبر الكوخ عادي صح؟ ممكن نكبر الكوخ؟ الكوخ نكبره شوية عادي، اسألهم كده. دي المنطقة تطل على جبل فلاشتش، يعني شايف هناك مشهور كبر فلاشتش. نعم، بيحبوا دايما يزوروه الناس. نعم، هنا يعني يطل عليك جبل فلاشتش وهواء نقي جدا. ما شاء الله. مزرعة جميلة يا دكتور، مزرعة جميلة. هو 10 دقايق طبعا ده جوه سنتر زينيتسا. الميزة في زينيتسا عن سراييفو الهدوء والجو بتاعها، الناس بتاعها مختلفين شوية، أهدى وأرقى، يعني لسه ما تلوثوش زينا كده، يعني إيه زي العرب، ربنا يبارك لنا في الجميع إن شاء الله. دي هي باينة، هذه حدود الحدود، هاي الحدود بالكامل شايفينها، وهذه الأرض هي بالكامل مبينة من هنا، هي كلها مع الحدود بتاعتها بالكامل. وهذه النار الجوحة ما شاء الله لا اختلاف. هنا كهرباء ومية، هون هو سبيس جراديو مستخدم هكذا، يعني لما تنزل مطر أو الجو حر يجي صورة وأفضل. ما شاء الله ما شاء الله. الاختبار تواصلوا معي الان على الواتساب الموجود في الوصف، اضغطوا على زر الاشتراك واللايك للمقطع لتفاصيل الارض والمخطط الارض. تواصلوا معي كذلك مع على الواتساب. تحياتي لكم، انا مهندس علي من مدينة زينيتسا في البوسنة والهرسك، تبعد 45 دقيقة عن العاصمة البوسنية سراييفو، المدينة رقم 2 في الحجم. طبعا شايفين حجم المدينة قد ايه من هنا، البوسنة بالكامل. طبعا هذا الطريق السريع واصل للمدينة.
الان في زيلينسا في ميزه، الان الاراضي رخيصه هنا لسه للحين، ما فيها طلب شراء كتير او ما في طلبات كتير، العرب يعني ما دخلوا هنا كتير، فبالتالي الاسعار دي اسعار عندنا في سراييفو من سنه 2012 و2013.